أسامة الششتاوي، محامي، عضو لجنة الحريات والرئيس التنفيذي لمركز مصر للدفاع عن حقوق الانسان. ما رايك في الذي يحدث اليوم؟ والله اللي بيحدث اليوم ده بقالنا احنا بقالنا دلوقتي اكتر من اسبوع دلوقتي معتصمين هنا عند السفاره، واظن ان ده موقف يحسب للشعب المصري ويحسب لثوره يناير ويحسب للثوار ككل، ان لما نشوف ان دم المصري بيسال قدامنا من الصهاينه بقالنا 30 سنه واحنا كرامتنا كانت في الارض بسبب النظام البائد كله، احنا دلوقتي خدنا حريتنا وبدانا نتكلم، بدانا ندافع عن حقوقنا، بدانا ندافع عن دم الشهيد المصري، بدانا نعرف العالم كله ان الشعب المصري ايد واحده وان الانسان المصري كرامته فوق الجميع وفوق كل المعطيات والمسميات، واحنا قاعدين هنا عشان نضغط على المسؤولين عن اداره الدوله، المجلس العسكري ومجلس الوزراء، ان احنا لينا طلبات لابد ان تنفذ، طلبات اللي كانت انزال العلم الاسرائيلي وبالتم، وبالفعل البطل احمد شحات نزل العلم وحط علم مصر، لينا طلبات تانية وهي طرد السفير المصري من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب وقطع العلاقات الدبلوماسية ما بين القاهرة وما بين تل أبيب وإعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد اللي هي أظن كانت بتغبن حق مصر وأراضي مصر وخاصة سيناء. فإحنا معتصمين هنا ومش ماشيين من هنا إلا بتنفيذ هذه الطلبات، وبنناشد المجلس العسكري ان هو ما يقعدناش في الشارع كتير، يعني مش كل مره نقعد لازم نعتصم اسبوع واثنين وثلاثه وبعد كده ومنفذين طلباتنا، لا احنا 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 قاعدين هنا لحين تنفيذ الطلبات. كل اللي موجودين هنا بيقولوا احنا مش ماشيين الا لما السفير المصري يطرد من مصر وسفير مصر يجي من تل ابيب وقطع العلاقات الدبلوماسيه ما بين القاهره وتل ابيب واعاده النظر في معاهده كامب ديفيد. العفو.